مسؤولين كترسان معمول كقبل كبنادر يا شركات دا دافشي الجروب وما انت سيود تيرا وداف ري ودادا كعان اي اسكو حرتا دقموين كهول ودايك يا هضن ودادا كعان اي اسكو حرتا دقموين كهول ودايك يا هضن او صدح دي بشاني ميل لدقا حدقاي سيدبو دي اعتر لو قصم ايو ايام انت سير رسمي لو داف ري كدي مركي شركات دا دافشي الجروب اي كو قولي ستايدبو دي اعتر كتيت كان روابكي كدا اي عاصمة دا مقدشو هاي كو بربرتي جيت كان ومهيم واه isku socodka gaadiidka dadweynaha iyo reer Muqdisho waxana goob joog ah dafurka jidkan muhiimka waa isku socodka bulshada mas'uuliyiinka tirsan shirkadda Dafshiil Group maamulka gobolka Banaadir madaxa xiriirka dadweynaha iyo warbaahinta shirkadda Somtel Cali Muuse ayaa ka hadlay dhismaha jidkan maareeyaha guud ee shirkadda isgaarsiinta Somtel Aadan Haaji Yusuf iyo ku xigeenka Dafshiil Group Umar Hassan Yola ayaa sheegay إن شركات دافشيل جروب أي مركز تأوتاجن تهاي سيدي شعب كايو جوجر بستاجل هايين دبوليدا باهية ترى وضدا أنا دو شيدان ومانت أن تاجن هاي سيدي شلا هذا صور هذا دال عكرتان سيد هذا إيتان وارك كرتان شركات دافشيل واحد يعتركم باللوضي لواتن يسدي دي بشي أفراد لبادي يكون لواتن يسد حدا إلهي مهدي سوحي لما يسي تضبيه طبانكي بشي شناد لابد يكون لابدتني يسدح ما انت ايام مركب واحد مهادي لاهيئة انا ينقال السوق ايب قلان وضدنا دي اعترك كسو بياني انا مسؤولين تقوال كنقال السوق ايب قلان لما انتو دخلنتي اذي انا اقام هاد علين يا كسوي قبل كلكو دانا اذو مهم نوقوي هاي في بليل صورة في روب كيوين اي وجرجرين مقالة نبكا بدا نوقي استي وضدنا مدة ده وشجعي سيد علي مش وشجعي عند يعترف كسر وندي وانا ذكر كيسان وضدنا مركي هو اللامي بسارنا لامي ده سارنا يدو حياة هاي أفرتن سنتيمتر بيا هاي كونكريت باندينا إنجنيير هذا مركان لطشة ناي وحنا نصاب بحدا إن اللامي اللي جو علين كرينة أي تهاي وضدنا إن حقها كونكريت لدقة حقها بيوه أدب سامين تود وبدين هنا سامين تلاهي بان نوش شجعي عيد الصورة صورة بقرة عيد التضاباتني صديحات أيه كوع ده هاي مركي لجها اللي ثم قصد قلوبكم من بعد ذلك فهي كالحجارة أو أشد قسوة فإن من الحجارة لما يتشقق منه الأنهار إن بيها جحجاح أيام وبياشو محوها بيه أيضا حدا جحجاح كران إلى هاي بان نوشها غي مركا وحان كنت تلقى اللي إن محوها أنكو تاكد دولينا إنانو وضادا إنجينيرا خبرات دير لأن كانو محوها سي أدق أو أينا مركا متقانا مرد ما سوانو قنينا آنو قبانو وضاداني واهلبو وهاول إنه وضع تعالى إنه وضن كينا وحقه وأنه أو أي إنه هدي له كده قعماس قبسنه إن سيدا وشجعي قدوميها إن صمتل وشجعنا هاوشني وأون إني رأو كم إذا وحيا بها أنه قبني ويان هؤلاء أنت كبل عارن أو كل عقب ذن أيان كقيب قلي هو ده منه وكقيب قانا ده إنه هدي له كده أنت إنه هدي له كده نشوفه إن شاء الله إن وحمهمة أو قفوا اللي بدري سنة هاي إن دتكو هدي أنا وحوض قبصان إن أنا عدنا وحوق بنانين إن وصل صعتو إن سوق إنه دي بدري نوجي من سامشترتو وودن كني ودل كني وهوشني ودي بنجي نو تالا مركا شعبك هي شركة ذها هي الدولة ده أنت إنه قاع ما يس قبصان هدي لها كده جو إن إنه مركا أمي دونه أو أين الندام إنه هدي لها كده جو مكران ساي وحي شقة إنه يلا أما هول نو تالا ملك استبها هاته ayaa lagama maarmaan qofle ma ka dirigsan yahay gudoomiyaha degmada Hodan Cali Faarax ayaa Dafshiil Group ugu mahadnaqay dhismaha jidkan muhiimka ah runtii maanta waxaan isugu yimid munaasabadan weyn wadadii aad ogeydeen dibka ka dhacay wadada markuu dibka ka dhaco aniga gudoomiyaha degmada aan dibkan ku soo baxnay gudoomiyaha gobolka Banaadir aan duqo magaalada Muqdisho ayaan qeyl dhaan u dirnay asagana ka bacdu waxa ku soo baxay shirkadda Dafshiil Group وأنا ما تسين لبدو شيخ قد دالي قدومي قبل قد دالي أو هلاي كلمة الشركة دابشيل جروب ورنتي وضدان ولا إسكي كجر يدبعت دي كجرتي ما أنت سيد عن كده جاي وأنا كم هذا علني إن وأنا أوجد دان دا إمتى إيه قرش كأي جليان سيد اللي يدين شاعي شوب كأي كده جاي ما داب اللامي جلي يروج العشان يهاي سيد درتت إمتى هرت وضدان ما عرفنا Dafshiil Group oo shirkad 20 sano ama 30 sano shirkadii dalkan ka soo shaqeynayay ah oo runtii kaalmada la idin sheegay ka geysatay dalkan dib u dhiskiis iyo shacabka degan degmada Hodan iyo Howlwadaag
ayaa waxaan rabnaa inaan wadadan inta ka dhimanno si dhameystirno anoo uga mahad celinayna runtii dadaalka joogtada ah oo dadka waxa ay ka heleen ay dib ugu soo celinayaan shirkadda Dabshiil Group ayaa horay u dhistay ilaa 6 jid oo ay shacabku mahdiyeen kuwaas oo ay ka mid yihiin Beexani Gargurte Sisi Caymiska iyo Wardhigley ayaa nur xirsi shabeelle TV Muqdisho